أنا اسمي مجد البلتاج من فلسطين. الموضوع اللي بدي أحكي عنه اللي هو موضوع الكوتا والمشاركة السياسية للنساء في الوطن العربي، وهل ليش لحد اليوم ما في عنا نساء رئيسات في الوطن العربي. أنا بفكر أنه أنا شخصياً ضد الكوتا، لأنه الكوتا هي عبارة بعتبرها كأنه شيء عنصري، أنه إحنا بنقرر أنه هذا الكائن لازم يكون موجود غصب عن الجميع، حتى الناس رديوا أو ما رديوا. أنا بفكر أنه لازم يكون في توعية سياسية لحتى لإدماج المرأة بالعمل السياسي، والمرأة أثبتت حالها بالوطن العربي وبالعالم أنه هي قادرة أنها تخوض العملية السياسية وتكون رئيسة ووزيرة وأكثر من هيك كمان. بس للأسف في الوطن العربي لليوم إحنا ما قدرناش نتخلص من العادات والتقاليد اللي بتحد من مشاركة المرأة السياسية.